إياك نعظم بالتسابيح يا والدة الإله، سحابة الروح المنيرة التي أشرق لنا منها النور الذي لا يدنى منه. أعني المسيح شمس العدل العظيمة. أيتها السيدة القديسة أم المسيح إلهنا، يا من ولدت صانع الكل ولادة يمتنع النطق بها ويحتجز نعتها، ابتهلي إلى صلاحه دائما مع الرسل الأطهار أن ينقذنا من الآلام ويمنحنا غفران الخطايا. آمين.